السلام عليكم، كنرحبوا بكاع الزبناء اللي غيحجزوا اللي حاجزين في قاعة الطيبي. فملي كنتكلموا على اسم الطيبي كنتكلموا على اسم اللي معروف في المحمدية والنواحي، فهو ماشي غير ممول حفلات لي الله بدا البارح، فهو اسم واسم قديم اللي بدا من الجد ديالي وخدا المشعل السي الطيبي وكيكمل في هذه المهنة. تحسينات وهذه التعديلات اللي قمنا بها كتواكب التطورات في هذا المجال، من خلال هذه الجلسة ديال العروسة، من خلال الديكورات اللي كتكون في قاعات الأفراح، إقبال الضيوف، باش نكونوا في حصن، باش تكون هذه القاعة في حلة جديدة. من قبل كانت هذه القاعة كانوا غير كراسي عاديين، دابا قمنا بتغييرات ديال الكراسي بحال الشكل ديال هاد لي كانابي اللي كتشوفوا، باش حتى الزبون اللي جا عندك القاعة كيلقى كيبرك مرتاح. فكنتمنوا التوفيق للتريتور الطيبي في جميع الحفلات ديالو، وفعلا ان الخدمات ديال التريتور الطيبي كتقدم خدمات متنوعه، واللي ديجا خداو دي بون كومونتير على الخدمات ديالو اللي هو الحمد لله معروف في المحمديه والنواحي. وبطبيعه الحال بان هذه القاعه مكيفه وفيها ديكورات، فيها نقش على شكل الصناعة التقليدية كما كتشوفوا على الصورة. بالنسبة للسيرفيس اللي عندنا، عندنا جميع المتطلبات ديال الزبائن، أي متطلبات ديال الزبائن حنا تكلفوا بأي متطلبات، وهذه الخدمات كتشمل من الأكل، من الفرق الموسيقية، من سربايا، من نقافة، من طباخة، من دقة مراكشية. كنقولوا احنا مثلا عرس كامل من تصوير مصورين. احنا الزبون كنعطيوه الاختيار، لو ضاع فينا الثقه كنعطيوه القاعه مثلا بوحده، بغى بوحده القاعه كنكريوها ليه بوحده، بغى وضاع فينا الثقه كنشدوا الماكله من عنده. من الماكله كتشمل فرق موسيقيه، اكل، نقافه، مصور، دقه مراكشيه، كيكون العرس شامل. والناس راه كيجيو عندنا من نواحي، من الدار البيضاء، من بوزنيقه، بن سليمان، من نواحي ديال المحمديه كيجيو عندنا، بن سليمان والجاليه حتى هي اللي كنرحبوا بها، اللي كيحجزوا القاعه غير بالهاتف. والقاعه ماشي كنديروا فيها غير العراس، راه مجهزه كنديروا فيها حتى الندوات والاجتماعات، والاجتماعات والندوات. في الختام قاعه حفلات طيبي ترحب بالجميع.